سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كثكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال. وش راكم؟ راكم منورين. إذن كما فرحتوا جيتوا اليوم عند عمو يزيد، أنتم كذلك يا أطفال راكم تشاهدوا فينا وحبيتوا تحضروا معنا في حصة مع عمو يزيد، ما عليكم إلا توجهوا الإنترنت عبر موقعنا عمويزيد.com بالشكل التالي. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما تسجلوا عبر موقع الانترنت للحضور عليكم بشوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد مدى به تجو كامل تحضروا في الحصة. إذن شوية على الصبر وراح نتصلوا بكم وجود فرحوا معنا وإحنا كذلك نفرحوا معكم يا أطفال. كالمعتاد نتكلموا دائما على أيام دولية ووطنية وعالمية مهمة جدا. في هذه الفترة هذه كاين يوم مهم، واش هو العيد اللي يصادف أول ماي؟ شو اللي يقدر يقول لي؟ يوم أول ماي، يوم العمال، عيد العمال. برافو برافو وليدي برافو. واسمك وليدي؟ ما قلتيش واسمك. أيمن. وين تسكن أيمن؟ تسكن في باب الواد. في باب الواد. خيار ناس خيار ناس خيار ناس وليدي خيار ناس. إذن يوم أول ماي هو عيد العمال نسبة لهذا اليوم لأول ماي 1886 نسبة إلى شهداء شيكاغو العمال. من هذاك إذن نتوقفوا كل أول ماي في هذا اليوم باش نضمنوا مع العمال ونتوقفوا باش نحييوا العمل اللي قوموا به كاع العمال. وكذلك عمو يزيد دار لكم أغنية من بعد راح نتعرفوا عليها في هذا الإطار، هذا هي مفاجأة لكم إن شاء الله. دائما شكرا بنتي شكرا. دائما في بداية كل حصة نطرح عليكم اللغز. تحبوا الألغاز؟ شاطرين انتوما؟ شاطرين. إذا اللغز اليوم، لغز اليوم يقول: كلمة واحدة تفرقنا، من نحن؟ أعيد اللغز: كلمة واحدة تفرقنا، من نحن؟ إذا انتوما يا أطفال والأطفال اللي راهم يشاهدوا فينا يقدروا كذلك يروحوا لموقع الانترنت عمويزيد.com للإجابة عن اللغز بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com اضغط على زرار جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذا أنتم شاطرين يا أطفال على بالي فكروا في الإجابة عن اللغز. كلمة واحدة تفرقنا، من نحن؟ فكروا إلى غاية نهاية الحصة وإحنا راح نتعرفوا اليوم على وجه من وجوه المقاومة الجزائرية اللي هو بوزيان القلعي، راح تعرفنا عليه إكرام. إذا تصفيق على إكرام. تفضلي إكرام. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياة شهيد بوزيان القلعي. هو بوزيان القلعي جلالي شقران، المولود في سنة 1838 في القلعة ولاية غليزان. بدأ راعي الغنم ثم حطابا يقطع الحطب ليبيعه في السوق، وتزامنت ثورته مع ثورة أولاد سيد الشيخ في عام 1871. شرارة الثورة تفجرت فيه لما أتاه القائد العربي المكلف بشؤون المحليين لدى الإدارة الفرنسية يطالبه بدفع الضرائب التي عليه، فقام بوزيان فطرحه أرضا وجرده من كل ثيابه أمام سكان القرية. اختفى بعدها في الجبل كي يواصل مقاومته. التحقت به مجموعة المقاومين بمعية جلال الشقران المدعو جلال القاطع، شرع في مهاجمة الضيعات التي يمتلكها المعمرون. ثورة بوزيان القلعي نجحت في جلب الدعم الشعبي مما دفع الحاكم العام للإدارة الاستعمارية لكتابة تقرير في 30 ديسمبر عام 1874 لوزير حربه لتبليغه بثورة بوزيان القلعي، وتأثر السكان الأصليون بأفكاره الثورية.
يعتبرها المؤرخون الامتداد الطبيعي لثورة الأمير عبد القادر، متبوعة بثورة فليتا في عام 1864، بجانب سيدس الأزرق بالحاج الذي اعتقل وسجن في بوخ نافيس بسيدي بالعباس، لكنه هارب ليلتحق بالجبل. دامت ثورة بوزيان القلعي 13 سنة، وجند الحاكم العام له أرمادة من المشاة والخيالة تكللت بالقبض عليه بعد أن غلب عليه المرض. في الصباح الباكر من 26 جويلية عام 1876 على الساعة 5 صباحا عن عمر يناهز 39 سنة، أعدم بوزيان القلعي في الساحة المركزية للحديقة العمومية لمدينة المحمدية بالجزائر. رحم الله الشهيد. شكرا 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 شكرا. مقبله قلت لكم باللي عمو يزيد دار لكم أغنية مفاجأة، إذا مدبية، إذن كامل تغنوا معايا أغنية العامل، نقول فيها يا عامل اليوم نجازيك يا أخي. يلا نغنوا كامل مع بعض يا عامل اليوم نجازيك، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، عيد العمال. يلا يا عامل اليوم نجازيك بعربون تفانيك بالتكريم نحييك وبالشهم نناديك يا عامل اليوم نجازيك يا عامل اليوم نجازيك بعربون تفانيك بالتكريم نحييك وبالشهم نناديك يا عامل اليوم نجازيك. بالإتقان نشهد لك في تحقيق المعجزات وبالصحة ندعو لك لتقديم التضحيات بالإتقان نشهد لك في تحقيق المعجزات وبالصحة ندعو لك لتقديم التضحيات يا عامل اليوم نجازيك بعربون تفانيك بالتكريم نحييك وبالشهم نناديك يا عامل اليوم نجازيك يا عامل اليوم نجازيك بعربون تفانيك بالتكريم نحييك وبالشهم نناديك يا عامل اليوم نجازيك. أنت تسعى جاهدا وتجتاز كل الصعاب تعمل دوما صامدا بالرغم من الأتعاب أنت تسعى جاهدا وتجتاز كل الصعاب تعمل دوما صامدا بالرغم من الأتعاب يا عامل اليوم نجازيك بعربون تفانيك بالتكريم نحييك وبالشهم نناديك يا عامل اليوم نجازيك يا عامل اليوم نجازيك بعربون تفانيك بالتكريم نحييك وبالشهم نناديك يا عامل اليوم نجازيك. أنت يا عامل يا مجد ويا محب العطاء بالصبر أنت مجد عزيما دون عناء أنت يا عامل يا مجد ويا محب العطاء بالصبر أنت مجد عزيما دون عناء يا عامل اليوم نجازيك بعربون تفانيك بالتكريم نحييك وبالشهم نناديك يا عامل اليوم نجازيك. برافو 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 برافو. إذن يا عامل اليوم نجازيك، إذن العمل هو سر الحياة يا أطفال، الإنسان لازم يعمل بجد، ولما نعملوا عمل واش نديرولو؟ واش نديرولو العمل؟ يجب
تعال تعال. برافو برافو. واسمك وليدي؟ واسمك؟ وائل. وين تسكن وائل؟ سواشات. وين؟ سواشات. الله يبارك الله يبارك. يجب يجب إتقانه. إتقان العمل. برافو وليدي برافو برافو. إذن من عمل عمل منكم فليتقن يا أطفال. يا أخي إتقان العمل من الإيمان والعمل من الإيمان. يا أخي يا أطفال نروحوا دركا، عندي فكرة. نروحوا نعيطوا كامل العمو مراد اللي جانا من مدينة البوليدة بألعاب الخفة. إذن تصفيق على العمو مراد. تفضل العمو مراد. تعالوا عمو إلينا انضموا عمو يزيد عمو يزيد. Thank you.
الأطفال برافو برافو درنا جولة هكذا عبر الولايات. شكرا بارك الله فيكم ربي يحفظكم إن شاء الله. برافو إلى فرصة أخرى. برافو عمو مراد شكرا. عجبكم عمو مراد؟ برافو. عمو يزيد راح يحكي لكم دركا حكاية ثمرة العمل. بما أننا نحتفل بعيد العمال عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية ثمرة العمل. يلا كمل معنا يا أطفال. كما وعدتكم عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية ثمرة العمل. واحد النهار كان واحد الرجل، هذاك الرجل كان غني غني وكان عنده طفل، وولده لما كبر خاف على الثروة نتاعه وقال هذا وليدي لازم نشوف إذا كان يعطي قيمة للعمل، إذا كان يعطي قيمة للدراهم، إذا كان، لأن الإنسان لازم يتربى على هذه القيم هذه، أنه ما يكونش مبذر، أنه يعطي للعمل الأهمية نتاعه. قال نديرو تجربة. واحد النهار قال له ما نزيدش نعطي لك الدراهم، قال له غدوة لازم تروح تعمل وتجيب النقود باش تعتمد على نفسك. قال له صحة. غدوة من ذاك ناد الطفل هذاك راح عندي يماه، راح عندي يماه قالها ماما أنا بابا قال لي روح تخدم وأنا ما نحبش نخدم، أعطي لي الدراهم. عطات له الدراهم، راح يلعب 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 يلعب. ومن بعد جا باباه في الليل، جا هو ثاني دخل للدار، قال له واش يا وليدي خدمت اليوم؟ قال له ايه خدمت. قال له وري واش ربحت، جبد الدراهم هكذا. قال له اعطيهم لي تشوف. حكم هذوك الدراهم باباه ورماهم في البير. الولد هذاك ما قال والو، سكت. باباه قال هذه السيره الدراهم هذو ما تعبش عليهم، معلش. قال له غدوه ثانيه تروح تخدم. في اليوم الثاني، في اليوم الثاني ثاني قال له روح تخدم. راح وليده صباح عند يماه ناض، قالها انا اعطي لي الدراهم، انا بابا قال لي روح تخدم وانا ما نحبش نخدم، اعطي لي الدراهم. عطات له الدراهم. ومن بعد كي جا باباه في الليل العشيه قال له خدمت؟ قال له ايه. قال له اعطي لي هذوك الدراهم. عطاهم له، زاد رماهم في البير. كرماهم في البير قال والو هذاك الطفل. باباه فقلو فقلو بلي ما تعبش عليهم ثاني. غدوه من ذاك يماه راحت تزور الاقارب، ما كانتش في الدار. باباه قال له غدوه تروح تخدم ثاني. بعد هو ناض الصبح قال يا ربي انا يما ماشي، انا اللي موفى تعطي لي الدراهم، كيفاش ندير؟ ايا قال ما قال دوك بابا انا يزعف مني، نروح نحاول نخدم. راح يمشي في السوق هكذا، صاب واحد التاجر عنده بضاعه محطوطه قدام المحل تاعو. راح عنده قال له حبيت نخدم كامل. قال له خلاص تقدر تخدم، هاد البضاعه هذه ندخلوها كامل نرتبوها في المحل. خدم معاه من الصبح للعشيه هو يخدم، يرفد يدخل يرتب وكامل. بعد كي جاء العشيه للدار جاء عيان، جاء تعبان ميت. جاء باباه قال له واش خدمت؟ قال له ايه. قال له وريني شوف هذوك الدراهم. جبد له النقود هكذا حكمهم باباه، جا راح يرميهم في البير. قال له لا 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 بابا ما ترميهمش ما ترميهمش. قال له هذو تعبت عليهم ما؟ قال له اول مره راك تتعب على الدراهم. قال له ايه يا بابا من الصبح وانا نخدم تعبت على هاد الدراهم هذو. قال له شفت يا وليدي؟ قال له الدراهم كي تتعب عليهم تحافظ عليهم. عمو يزيد، عمو يزيد، نستخلص من الحكاية اليوم أنه يجب أن نعلم أطفالنا الاعتماد على النفس. بالضبط بالضبط بوبي، يجيب لنا حكم جميلة. يجب أن نعلم أطفالنا الاعتماد على النفس. الاعتماد على النفس مهم جدا يا أطفال، لازم نعتمدوا على أنفسنا يا أخي وما نكونش مبذرين. الاعتماد على النفس واجب. يا أطفال عجبتكم الحكاية؟ إذن يجب أن نعلم أطفالنا كما أنتم هكذا الاعتماد على النفس يا أخي. لحقنا دركا لواحد الركن اللي نحبو بزاف، تجوا لهنايا وتحكوا لي النكت الجميلة تاعكم. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ شكون اللي عنده نكتة؟ تعال 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 اقعد. واسمك؟ أيمن. أيمن احكي لنا النكتة تاعك أيمن. واحد النملة طلعت فوق كاسة تاع جوتا فواكه، شفت أحمر، قالت أني شفت البحر الأحمر. برافو 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 برافو. تعالي تعالي واسمك بنتي؟ ريما.
ريما وين تسكن ريما؟ سطاوالي. سطاوالي، احكي لنا النكته تاعك. كان واحد النهار واحد راجل قال واحد راجل على ما تحطش دراهم نبنوا حيط للمقبره، قالوا علاش؟ كاش نهار شفت ميت يهرب. برافو برافو. شكون؟ معليش تعال تعال اقعد وليدي. تعالي روحي بنت. تعالي تعالي روحي. تعالي روحي روحي. واسمك؟ ما قلتليش واسمك. دور الكاميرا. أمينة. أمينة؟ وين تسكني؟ في سحاولة. في سحاولة، شحال في عمرك؟ 6 سنين. 6 سنين، الله يبارك. اقعدي مع مو يزيد، اقعدي اقعدي معايا، اقعدي هنا. فوالا برافو. واسمك وليدي؟ ريان. ريان، وين تسكن ريان؟ في سالومبي. في سالومبي، احكي لنا النكتة تاعك. هادي أنشودة. أنشودة، تفضل تفضل. نحن أطفال صغار في نشاط كالكبار، شغلنا طول النهار في سرور واجتهاد، نعتني وقت الدروس في نظام وجلوس، نقوي في النفوس في كل خير. في كل خير. برافو 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 وليدي. برافو 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 برافو. يا أطفال لحقنا درك الجواب عن اللغز. كلمة واحدة تفرقنا. من نحن؟ تعرفي الجواب؟ واسمك بنتي؟ ماريا. ماريا، وين تسكني؟ في معلمة. في معلمة، وش هو الجواب؟ الكتاب. الكتاب، لا لا ماشي الكتاب. واسمك؟ اسمي محمد. محمد، وين تسكن محمد؟ بوزريعة. بوزريعة، وش هو الجواب؟ اسم. لا لا ماشي الاسم. واسمك بنتي؟ مريم. وين تسكني؟ نسكن في دلس. في دلس، خيار الناس، وش هو الجواب؟ أنا. الأنا، لا لا. كلمة واحدة تفرقنا. الشيفات. ها؟ شيف. الشفات، تعال 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 تعال. هما الشفتين. قلت لي الشفات، معلش نقبلوا هذا الجواب. أعطيني الهدية تاعو. أعطيني الهدية. إذن عاود ذكرهم باسمك وليدي. عبد الحليم. وين تسكن عبد الحليم؟ في سحاولة. في سحاولة، خيار الناس خيار الناس. حالي تعال تعال. إذا عمو يزيد راح يعطيك هدية. هذه الهدية تتمثل في الشوب باش تشرب فيه الحليب المولى الجو كيما تحب. مع كذلك سيدي من حق الطفولة أغاني عمو يزيد إن شاء الله تستفاد بهم. تفضل وليدي. إذا الجواب كان الشفتين. الحقنا دركا الركن عيد الميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد فاطمة. إذن تعالي فاطمة، تعالي 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 بنتي، تعالي بنتي. إذن أنا والأطفال راح نغنوا لفاطمة عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالها. إذن يلا تغنوا كامل معايا. تعالوا تعالوا يا أطفال تحكوا بيا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. من تربيتك نتمنى صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي جميع سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي جميع سنة وتعيش أيامها أفراح. أحلى الأوقات نزهل نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو لك
يغركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو. إذن فاطمة أنا رايح نشعل الشمعة وانتم تديروا معايا العد التنازلي. إذن 8 7 6 5 4 3 2 1 برافو طفينا الشمعة برافو برافو. إذن عمو يزيد يهدي لك شهادة مفتاح فاطمة شهادة المشاركة في إنجاح تصوير حصة عمو يزيد تفضلي. وكذلك بما انك رسلتينا بخمس قسيمات لعلب حليب رامي اخترناك باش اليوم تجي تحتفلي بعيد ميلادك معنا ورامي ممول الحصه يهدي لك هذه الطابلات هذه باش تنفعك ان شاء الله وتفيدك. وانتم يا اطفال الى حبيتوا تحتفلوا بعيد ميلادكم مع عمو يزيد ما عليكم الا ترسلونا بخمس قسيمات يعني لي كود بار تاع حليب رامي الى العنوان التالي صندوق بريد 42 الف اسطوالي العاصمه الجزائر. مرحبا بكم يا أطفال. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم على هذه الأنغام ابقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل على 5 تاع العشية نهار 3 على قناتكم الشروق تي في. نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد.